بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. نظرتنا تجاه هذه الشعيرة، لأن الملك جل في علاه يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومشكل الأمة اليوم أنها تستقبل شعائر الله عز وجل بدم بارد وإحساس لا مبالي. أيها الأحبة في الله، ولكن الأغلبية الغالبة صغحر عيد بنية أنه إسفار رح حنجانوها، وجبوا بنية أنها شعيرة من شعائر الله عز وجل. الإنسان يتقرب زيسغ الله تعالى أخس يوي رجر، لن ينال الله دماؤها ولا لحومها، ولكن يناله التقوى منكم، يقرب سبحانه وتعالى. فلذلك ما أحوجنا إلى أن نقف وقفات مع أنفسنا كي نتخلص من هذه المفاهيم الزائفة وهذه اللامبالاة التي ابتليت بها أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة في الله، حتى لا أطيل عليكم خطبتي اليوم إن شاء الله تعالى، مسائل فقهية في المضحي والأضحية، ليقدم المسلم على شراء هذه الأضحية وهو عالم بما هو واجب عليه تجاه هذه الأضحية، لأن هذا من العلم الذي جعله العلماء فرض عين لا يعذر فيه المرء بجهله. هذا مما ينبغي علينا أن نتعلمه. أنا إلى آخره، مجموعة من المسائل الفقهية التي علينا أن نأتي بها والتي علينا أن نتجنبها. ينبغي علينا معشر المؤمنين والمؤمنات أن نتفقه فيها. مشكل الأمة اليوم نهار من تعنى أنه نزوان فقه للدين النظر، نزو المعلومات الجاهزة، نزو غامني وجذنوها زينا الصغريغ، يمكن مرات عام تنميه وسط جيغ شخيعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بينما تجد سلفنا الصالح رحمهم الله رحمة واسعة وهو في سكرات الموت يتفقه في دينه في مسائل الفقه، فيقال له: أهذا وأنت على فراش الموت؟ تسأل عن هذا وتتفقه في هذا وأنت على فراش الموت، فيقول: أموت وأنا عالم بها خير لي من أن أموت وأنا أجهلها. لذلك أيها الأحبة في الله، من المسائل التي سأتطرق إليها في حقيقة الأمر مسائل تعرض في خاطر وبال أغلبية المسلمين. نقصنا هنا تمسرين تغيينا نتوسق سادي سنت أستاس نغمر وانتوسق سمنا الفيتبين سادي سنت يوزو ونطرح يوزو دي الانترنت يوزو ونتوزو دي الكتب الفتاوى يوزو ونيوزو دي الكتب الفقه يوزو ونتشوق نوها عن غير علم من كي نمسر من دون انت ما عليش وليس غير خيا ما أكثرهم. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يفقهنا في ديننا، اللهم آمين. مسائل تعرض على الخاطر والبال أتطرق لها، على الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، من المسائل التي أحببت أن أقف عندها اليوم إن شاء الله تعالى قضية الاشتراك في الأضحية. قضية الاشتراك في الأضحية تسنم سر من واسين تقنت عن جهل أو عن تجاهل أو عن استهتار أو عن تقليل لهذا الشأن، ولكن نأخذ بحسن الظن، والله عز وجل حاسبهم محاسبهم وحاسبهم. قضية الاشتراك في الأضحية، اثنين الجيران هذه يسغوا ذي بوبريثن واه حقيقة ذي بوبريثن در مساكن واه يتسد لأن قلة الشيء تستغوى الجاء قرس يجاء أنشاش نشد الشكان صغي جحوري
نير عن غير علم انت في الكوري الجن يستغلي هداه واحد الجن يستغلي النظام الجن دابا الانسان الجن بحاوية الجن يستغلي النظام مرار الكوري الجن تداه الناس ذي النهار بعيدة هندي سمون بابات سندي هداه العائلة فمن تقيني قارسة وذا نجيجو حوري واحد انشاش مرة نجيجو حوري نير تفتنين وما تعيش دي هدار ديشتن تعيش لك البابات سن دي هدار ديشتن ولكن كوري جند كوزينا نسو حدث كوري جند رمسلو في الناس كوري جند يجنو يخدم خون نغنيق فأحمد غي وضر عيني قرس ما يميت نضي يعود انشاش انكي جحوري. هل هذا يجزي؟ هل هذا مشروع؟ المسلم عليه أن يتوقف في هذه المسائل. هذه مسائل تعبدية قيحور من عقد العبادة والأصل في العبادات التوقف. ما الحكم في هذا أحبتي في الله؟ الحكم في هذا أنه لا يجوز الاشتراك في شاة واحدة نساور فحوري أحوري لا يجوز هذه الشاة عشان تناين كوري جن كوزينة نسوحد لا يجوز هذه الشاة عشان تناين كوري جن يصدق وحد لا يجوز هذه الشاة عشان تناين كوري جن فاميليا نسوحد واخو حوري ما يمي لأن ذي العهد النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وابن ماجة بسند صحيح عن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصاري لصحابي الناس عطاء بن يسار أبي أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مش تغطت قم ذي العهد النبي صلى الله عليه وسلم غاس ذي العيد حوريا إلى آخره الناس أبو أيوب الأنصاري رحمه الله ورضي عنه كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى الناس ذي العهد من النبي صلى الله عليه وسلم تغيى بنادم يغار سيجو حوري يخف الناس الفاميليا الناس لذلك ما الضابط في أهل البيت الذي تجزئ عنهم شاة واحدة هذه السقسشن يجنسيني وقد عيش عندي هدى الديش من الشروط يجين العلماء باش تفريبو دار غاس نرحق أذمون ثنائين نغترتا غاس نرحق هنا سغني جحوري من يعنى يعني من يعنى الأهل أهل بيت الواحد أهل البيت الواحد من عنى اشترط العلماء ثلاثة شروط قال أهل العلم وعلى رأسهم المالكية رحمهم الله قال أهل العلم يشترط كضابط في البيت الواحد الذي تجزئ عنهم شاة واحدة إنفاق المضحي عليهم وقرابتهم له ومساكنتهم معه ثلاثة شروط إنفاق المضحي عليهم وإني غيس غنى حوري خسديري خدم خاسن أو أذيري وخفت من كوريجن وحدس أذيري كوزينا نسنتمون مامي تنسن ديشتن واجبوا كوريجن درعوت تنس وحدس ثم قرابتهم له وذيرين فاميليا ثم مساكنتهم معه صدغن دي هدى ديشت رهن الشروط صدغن جميع كوزينا نسنتمون ديشتن واجبوا كوريجن درعوت تنس وحدس نير يخدم خاسن مرة يجن ثم ترين فاميليا ثلاثة الشروط يعني باش هذو الضحاق التسوى تغيم انتبو الاسئلة يتسوى كسبو بنادم رهاد على غير محمله الذي يجب ان تحمل عليه بنادم غاستا ونسي مرشاس نزدغم كيس دي ثدع ولكن كوزينان سنتمون خد من كوري جن وحز كوزينان سنتمون تاوين دمار روامي تنسنديش تنجميع تنجميع تغيما جميع تكون جميع كوري جن دربيت نس وحد سوا هل هذا ما يجوز ادعون اني خدما ادعون بابات سنغال اضحية نعم تجزئ بقول اهل العلم يجوز تعاون ما دام انه نعود تنسن ثمون لانه توحسب اهل بيت واحد ما دام وفريق نبو نعود تواجبو كوري جن سنة نوحد غرض وغن كوري جن ذي السم وحدس وقيم نبو اهل بيت واحد قيم مجموعة اهالي يقتلون في بيت واحد بغي ما ينغشن الحالة التصمي وذان الزفرية مثلا شارا جميع شارا نيجن تدات تكون انديز خمسة ستة ثلاثة ضابعة شارا واجبوا الفاميليا مش امامي تنسنديشتن دعوت تنسنديشتن زدغن جميع واجبوا الفاميليا هل يجوز لهم
أذن عوان جارسنا شوي شوي تصغني جحوري. هذا قال به بعض المتأخرين، بعض المتأخرين من علمائنا قالوا تجزئ شاة واحدة عن جماعة سكنوا في بيت واحد ليس بينهم قرابة، فهذا قول يعمل به في وقتنا هذا في هذه الحالة. أما ما عدا هذا اثنين جيران تشاشن تكي جحوري، اثنين غومه كل جنس ضغو حس تشاشن تكي جحوري، اثنين الى اخره كما اسلفت، فهذا لا يجوز ذي القضية وحوري. اما ما لا توخسن تشاشن تكي عجمي تشاشن تكي رغم فهذا جائز، لانه قد ورد فيه حديث واحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهما أورده أبو داود بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. جابر بن عبد الله نجد صرح الحديبية التقادت في نرعيد غاصن شاشن كور سبعة ذكر غم سبعة ذكوا عجمية نذكفوا ناس نغطفوا ناس إلى آخره. المهم البقرة، والبقرة تطلق على الذكر والأنثى، فيجوز إن شاء الله سبعة ذكوا رغم سبعة ذكوا عجمية. هل يجزئ أبناء كل ثلاثة أربعة شاشن ذكوا عجمية؟ نعم يجزئ. كتازي سبعة لا يجزئ لا يجوز. كل سبعة نعم يجوز، لأن الأصل كما أسلفت في العبادات التوقف على ما شرع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أول المسائل التي أردت أن أنبه لها وأنبه إليها، أنه وانت سبوغ القضية المشاركة ذكحوري ذي الجن مشين تذرين ذكوري الجن وحدث نغمامي تذكوري الجن وحدث نغي التوقات بنادمي النوجود غوض بوارك سعيد نغي النوجود غبابسك سعيد وهذا يقبح هذا كان ذمون ذكي جحوري، هذا لا يجوز ولا يجزئ باتفاق العلماء. المسألة الثانية، المسألة الثانية التي لا ينتبه لها معظم الناس، قول 80 قول 90 دي 100 يوذان خميت لحن تسوقا قليل ويتنتبهني في مسرين فينا من تعنى المسألة الثانية، ما يجب مراعاته في الأضحية. خميت راح بنادم هذه صغار روضي تيخضع من غيار خمي غير راح هذه صغت الداتي تيخضع من غيزضغ خمي غير راح هذه مرشي تيخضع تمغى تغيوه تمغى خمي غازي تسوي تيخضع من تيخضع ويغتاوي بل نهار بنادم تيخضع حتى تقول بي بغا غير السعدو يتخضع حتى تقوم شان ماني غيقيم الأضحية وهذا شنو تخضع شان يوحور اني ندعي ذي غان تقرب الله تعالى ذي غان غرا جار ذي غان اوي الحسنات ذي القربة الله تعالى جار وها اكار يمز جار ذي كتسغل تقود ذي وها ايوه معلش لا يليق هذا، وانما هناك ما يجب مراعاته في هذه الأضحية. من يوجب نخفنا نخمي غير حد يسوق انه يوجب تخصى ذراع اثنين مصريين هذا يسنت يوزو العيوب والسن، والغريب انه زريق مش ستة ونين وثي مغارين تحت تسوق انت ثي مغارين تحت تسوق انت بالله عليك يا اختاه يا ثم غارني تحت غسوق انت رانت تسوق بالله عليك موتار اذا الخبائن لك اثنين او ثلاثة مصريين تقلت انت اولا تراح الغالي اختلاط تحت غالي اختلاط يتوقع لي اختلاط نهاية زنت الغارين ذر حسران ذر تحاس توقع انت اني منكرات والله به عليم. واحد اثنين من سنت التمغات اخت الاسلام نفس المسائل الفقهية يخمدي وجبن انه انت راعد ملك وحدة سوق. ثلاثة هل هذه ضرورة من الضرورات التي يباح لها خروج المرأة من بيتها؟ لا تواجب الضرورة ميمي لأن الجنزي الطفل يجدي سوق الجنزي واه تجات واه وغاس حد وغاس بابس وغاس ومس وغاس عزيزيس وغاس خيريس وغاس جديس وغاس الجا وغاس ايه وغاس ايه والو قاع وهذه ذي الجن قاع ولا بد ذير ذي النشن الجن. لذلك من هذا الباب أذين غثيري عوضنا نشين شوية من النخوة نسن كوري الجنزين غيسن انه غاز دي فاميليا فرانة تجت يمو ذا سوايز وهذه الوذس غي سوقا من من لا مبالات من يجد تكافل من يجد تكافل وكشاهد فوسا شفوسا معاون من موان تريح الشينان سقاقب
انسكتا ما غنشاول نبغي سوق النغلة ميم اهكذا سبوسا ميم مقعني شتوين في الضاغط. الى هذا الحد عورات المسلمين واعراضهم اصبحت مهانة لا قيمة لها؟ انصف اختي مغاري من غسوق. لا احبتي في الله كل الجنس زين لله عز وجل في سبيل الله يتورق ازدي فاميلية شنشتني موثة سواية وجوها سوقا روح سقسا سقسا قلواجب باش وانتو حسب يوم القيامة باش يوم القيامة وانت الشاسة وانت فاميليان رجع وانت سوق الله عز وجل لستين يا رب ورجع ينور سقاي خطوه يروح يسوق دي واتنين ثلاثة حورين يخف الناس مش وغي سقسي وغي يوزو وذا ركسينو وذا عمي وذا ما وذا خاري وذا عزيزي وذا جدي. احبتي في الله المسلمون يد واحدة المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم يتوسخ ثوما يتوسخ اليد الواحدة وانت شبوفه سجن بالنظنين. ايها الاحبة في الله حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت قدمي اقول وبالله التوفيق ان من العيوب التي يجب على المسلم ان يراعيها ذي النشن العيوب مرقين دي قحورين دي من دي غيغاس وذي السيغشاه وسي قابو ما عليش قي غضري ديس خمسينات قي جيت باتر لا وخادش تغيوكش باتر مالا ديس العيوبينا وزيس تضحشا. من هنا انت العيوبتينا هي التي وردت في سنن ابن ماجة بسند صحيح عن عبيد بن فيروز قال قلت للبراء بن عازب حدثني بما كره او نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاضاحي. عبيد بن فيروز اسقس البراء بن عازب النسيني مختو غينها النبي صلى الله عليه وسلم نغمنت غوي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذير كحور دعي النس البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده ويدي اقصر من يده اربع لا تجزئ في الاضاحي اربعة وتجوز انت رعي من عنان. قال العوراء البين عورها احور غاجة ثو الضاغج رجة ثو الضاغج احور ذا ضاغة مرس في الذب من باب اولى مرا وايت ويري لا تجزئ مرا في التنس الشذي ستشتيا تروح لا تجزئ يا مرا غايشتن حرك عاد مرا يجمع العيوبة مرة. العوراء البين عورها إما ليس أنت الشمر تمزيان توها خشان طاف تجزئ إن شاء الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البين عورها ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم والمريضة البين مرضها تهراش ذيس الهراش باين ذيس الهراش من ما يحصل يعني الهراش النير بين مرضها باين إلا تهرش لا تجزئ. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم والعرجاء البين ضلعها ثني ضعف العرجاء واجي تقجدع ثلاث ضعف البين ضلعها هذا استهيضات واجي من ديز بغز جمعة ذي خسان وهيدي نادو هيضات لا تجزئ. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والكسيرة التي لا تنقي أو التي لا تنقى على حسب الروايات الكسيرة التي لا تنقي أو لا تنقى قال العلماء هي الكبيرة الهزيلة تمغى تكسى تحمي تقوى ذي تحمي عن ربهين تتنقات وتزمارة رحك خير نظمية ثاني لا تجزئ من الأضاحي. الناس عبيد بن فيروز البراء بن عازب الناس انت إني أكره أن يكون نقص في الأذن الناس قان الشحوري مرائي قطف سويت في الجون وذا يتعجب شواذا يتعجب سزا أثقر ذي العين. من سن البراء بن عازب قال ما كرهته منه فدعه ولا تحرمه على أحد. من وحصتش كتكف زيه مسرين يديدا من براثي مسرين يديدا النبي صلى الله عليه وسلم واثتك شاع وجبو غير خيك مش هو يتحرم شاع أم يوذن نتصني يوذن تسري يسني قارس حوري غاس غنبو ذا برشان حرام ويتكو زير عيد. من قال هذا؟ من أفتى بهذا؟ من علمك هذا؟
ما غابنا دمي تجي قد تصغى حرام مطلق وشغرق وها. لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وأنتم لا تعلمون. لقى غسغمو وغسد تقل وهتكشا ويتحرم شخيو ذا ويتحرم انتراف ويتحجر انتراف بذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك مرات غائي كنت شوي زجو النغ يقص شوية وها هذا يجزي. أما المشقوقة من يشارك نمجو يشارك جدا فرطة هذا قال فيه العلماء أنها لا تجزي. لذلك أيها الأحبة في الله هذا ما يتعلق بالعيوب. إن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن إلى آخر الحديث. نالما ذكتش مليح أغيزة مليح هذا من جانب العيوب. أما فيما يتعلق بقضية السن ثاني العيوب تفذي وذانت كنت تفتشن ولكن قضية السن إلى الله المشتكى. ونزار ستة ونغجن العداد إجارة دحوري ذي زماوح وذا سيت قوزير عيد التجارة يكشى ذا يسقد وقت السن سواء عندك حوري نغذ بنادمي غيق نغيد دير عنزير نغ مرد شاشن تقويم دوز نقو حجمين غارغم كوري الجن يحدد اسم النبي صلى الله عليه وسلم ذي الدين النق غارغ محدد السن شحا وجارح دوش قوذ وها قل السن يحدد النبي صلى الله عليه وسلم ويتكو سرعي لا يجوز ولا يجزي. لذلك اتفق العلماء باتفاق بين اهل العلم واتفذر ذي الجن يشذ عن هذا القول اتفاق اهل العلم على ان الشرع قد ورد بتحديد سن في الاضحية لا يجوز ذبح اقل منه ومن ذبح اقل منه فلا تجزئ اضحيته. والنغي غاسم يشو حوري قل ارسنين ذي غير ذي رعنزين ذي اندوز ذي راح جمين ذي رغم قل ارسنين يحدد النبي صلى الله عليه وسلم خذك سمو هيكشي في فاميليا هو غاسبورة جان الاضحية يمشحا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال والحديث يرويه جابر رضي الله عنه وأرضاه لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن وغارصت إلا لمسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومقال مسنة مسنة واجبك سال لا مسنة يعني بلغت السن إيجا محدد أنه تجزئ في الأضحية. لذلك قال الإمام النووي رحمه الله وهو يشرح هذا الحديث قال العلماء من تعنى المسنة يقصد النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الثانية من كل شيء. الثانية من كل شيء قرأت الشيخ المازيخ ذا ثانية يعني يا عظمتين يلسقان يفجحن أذيري يا عظمتين كوري الجناحوري ذيني مرمي تعزى ذيخ مستلم زواد ذيني أعجمي مرمي أين دوز مرمي ذيني رغم مرمي ذيني رعنزي مرمي يفجحن السنن منوية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اقصد ذي المسنة قال الإمام النووي هي الثانية من كل شيء أذيري يا عظمتين ذا ثانية من الإبل والبقر والغنم فما فوقها. ثم يستمر كلام الإمام النووي رحمه الله فقال وهذا تصريح يعني قول صريح زي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال. قال ابن عبد البر رحمه الله لا أعلم خلافا هذا شيء نشنق النووي الشافعية أقش قول المالكية سيد المالكية في عهده وزمانه شيخ الإسلام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله القرطبي الأندلسي قال من المحققين من علماء المالكية قال في التمهيد قال لا أعلم خلافا أن الجذع من المعز ومن كل شيء يضحى به غير الضأن لا يجوز وإنما يجوز من ذلك كله التني فصاعدا. إن شو هذين بول خلاف هذا إجماع بين العلماء وذين بول خلاف على أنه من ومغي غاس من هذا المذير عيد أخسديري ذا ثنية إلا الضأن ومقام الضأن أحوري إلا الضأن سواء ذين دوز نغذر غم نغذر ذر عنزية ونتخسديري ذا ثنية أدنوي عاذ مرميتيري ذا ثنية إلا الضأن الضأن ومثقان قانت حوريين تخسوين إلى آخره قانا اسم الضأن ذكروه كبشون
فونتا ينص النبي صلى الله عليه وسلم على الجذعة منه. ومقا الجذعة، الجذعة هي ما تم 6 أشهر أو له نصف السنة. أحرية زست شهور تساون قل 6 شهور لا يجزئ في الأضحية. هذا قول العلماء، قول أئمتنا العظام، أسأل الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته. مخ ستندن بالحديث الذي عند النسائي بسند قواه الحافظ ابن حجر وصححه محدث العصر رحمه الله في السلسلة الصحيحة عن عقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن. نشدر عهد ولا صحابي نشدر عهد النبي صلى الله عليه وسلم تغان غارس يحورين غير خسيغة جاء 6 شهور. بعض المالكية قالوا 7 أشهر وبعضهم قالوا 8 أشهر، إلا أن جمهور العلماء 6 شهور. يجزئ، نعم يجزئ. كذلك إن الحديث حديث الإمام مسلم: إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ما روادوا في الشاء وهو في ذني أثني يازين ماتين أتوا ذني 6 شهور، قل 6 شهور لا يجزئ. جذعة، الجذعة كانت يوني غاد 6 شهور. هذا شيء نشني الجن، ولكن قد إن الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم هي الناس لأبي بردة دين هان عيب تغن النبي صلى الله عليه وسلم خطبة نعيب الناس نقا خميني غن كمر الصلاة أنا حان غاس قولني غي غاس قبر الصلاة قدك سمي كشي 8 مليون تكا أبو بردة الناس يا رسول الله قش غاس كشي 8 مليون وشين كشي غاسني الجيران الناس النبي صلى الله عليه وسلم قاس ديشت النغمي كوش الناس إن دقت أبو بردة من ذا سنة الناس ما عندي إلا جدع فهو غارغا وني غا 6 شهور الناس النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها ولن تجزئ جذعة عن أحد بعد غاصص وتجوز غويش عن الجنب رشك شكواها وميكشر تسريح هذه غاس من غاد 6 شهور حد نغني الله هذه سنة جنة شيني وقش الحديث يقع على أنه شن الجن غني براء أبو برد الله ويغارس قادة 6 شهور. يا أخي الإسلام ورر دقة أقبشة حكم شرعي لابد من جمع النصوص الواردة في الباب. وهذا الحديث له رواية أخرى عند الإمام الترمذي رحمه الله بسند صحيح. قال أبو بردة النبي صلى الله عليه وسلم الرواية النغني إن يا رسول الله عندي عناق، عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم أفأذبحها. اسمينا النبي صلى الله عليه وسلم من يعنى ماركا النير البهيمة غسيت جان إلي وضن 6 شهور الناس عناق الناس النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهي خير نسيكتك ولا تجزئ جذعة بعدها. لذلك كان العلماء بعد الجمع بين النصوص وعلى رأسهم الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد قال: والعناق والعتود والجفرة من عنان حين عناق ومقا العناق. قال: لا تكون إلا من ولد المعز خاصة ولا تكون من ولد الضأن، وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة. من يعنى عناق؟ يعني مثل عنزة ذيغيل، ذيغيل غاس 6 شهور. لذلك الناس النبي هو غاسس ذيغيل غاس 6 شهور الناس هو غاسس وراذي الجن وغاس برحق ذي غاسي غير 6 شهور أو أنا شيشكوها وميكشر تسريع. لذلك إغيد شحال خصها غاسيري؟ خصها غاسيري زي عام تساوي تصنيف مثلا غادي تجي السكوى يتكي غيد إلى آخره. خصها باش هادي راه حالي صغير غير زي سعيد خصها غاسيري العنزي خصها غاسيري زي عام تساوي أحوري الأفضل خصها غاسيري عام زي 6 شهور تساوي 6 شهور عام الكتاب. إيوا عجمي شحال خصها لا يسيري خصها مالا شاشني ولا عجمي خصها لا يسيري زي عامين تساوي خصها غاسيري زي عامين تساوي. أما يرغم خسغاسير زي 5 سنين تساوي. لذلك كان أهل العلم لا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز. قلي وثني يوني ياسين ماثين ذي رغمان ذي فوناسين ذي العنزي لا يجزئ ويتكو زي العيد إلا الضأن إحوريا إلا الضأن فيجزئ فيه الجذع. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفى وبعد.
أيها الأحبة في الله، ذي المسائل إغاصرة بالدغنهارة كذلك في هذه المناسبة قضية دي بغندي التلفزيون السلف الشعبي راح تيوات قيمة أماواس أتويم أتصغمي حوريين الجمعيات مزاقورة راح تنغني راح تيوات ومناظر روح تتصغمي حوريين ميمي غير راجل شكماندا رعيدة دي 28 ماندوات تيزفر واحد روح غبت زي السلف الشعبي غبت زي شنغني وأستسمح هذين حتمان متين السلف الشعبي لأنهم جاهروا الله بالمعصية معليك واقين شاكا نسني وذن عرفت وتسيما الربا آت أحمد صغمر عيود بشي واحد تدخل من بار ولكن جاهروا بمعصيتهم وحارغوا الله ورسوله بالربا فينبغي أن يخبر الفاسق وأن ينبأ عن الفاسق بفسقه ليحذره الناس قضية الاقتراض بنادم ذي أغر خربانك ونخ الجمعية نغى ذي أغر خشان بنادم ساريبا أذي أغر 500 ألف ديار 550 ألف أذي أغر 300 ألف ديار 330 ألف أذي أغر مش حميصة ديار ديار بكتا هل هذا يجزئ يا أيها الأحبة في الله أما نفقه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي عند مسلم في صحيحه وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس حس النبي من يقى يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن شاء النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المؤمنون يا أيها المسلمون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الموحدون إن يا أيها الناس أيها الناس مرة حتى غير المسلم حتى النواجين دم سرم يلزمه الحلال الطيب يلزمه الطيب رادو النواجين دم سرم حرام خاص تسني وذاني قارش ومعليش أخنت الشرابي روميين أخنت الشرابي السوية وإذا شئنني لا يارو مني نغذ الكافر نذي الدم زنت غاس الشرب حرار في تلموده في إصحاحه في إنجيله وإن كان محرفا غاس الشرب الزنا حرام راني هنا يحرم عليك كدولة إسلامية هذا هنا قد تقول الشرب السياح كانت تسيمات نس غاس دي الدين نس اهتي الدين غاس دي الدين نس حرام حرام غاس دي سو الشرب إن النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له تمنية في الجلان تيريس ما طيب ما خبيث خبيثة تنعشني خبيثة من أخبث الخبائث فلا يعقل أن الإنسان الذي أضياظر سماوس أضياظر سلان تيريس بشريك جحوري بدعوة أنه بصفح حنجان اتصلاح ذي حنجانة في الجهنم اتعرضي يلا ودو الشيء ذا شعور نتمسيه هو انت ادى هذا الشيء اتصلاح حنجانة نتمسيه شعور نتمسيه ما ذي يقبر لا يقبر شاع فكيف سني زعما يضج خيخ في نزدي جهنم يتحارب ربي ذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصدر بقرافة لم تنتهوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله فاذنوا بحرب من الله ورسوله لذلك لا يجوز الاقتراض بفوائد ربوية لأجل شراء الأضحية والأضحية اللي غير مسغن ست مني هنا الربا حرام 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 اكسو مني غير حرام يفتيث نتات طاوان نستمغى نستعرف او حديس فلننتبه ولنعتبر ابن المواغة الشاب بوبري هل يجوز له أضياغر خواجه خوض قوار خباباس خوماس شن الجني خدم كيس أضياغر خميد غثر ثمان دان أذيار خميد غثر حكم ثمانية أذيار قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين سئل عمن لا يقدر على الأضحية هل يستدين قال إذ إن كان له وفاء استدان مراغاس من زي غيخ جس هذا ازدر ثمان دا ازدر حكم ثمانية ازدر ثمانية من اسمان أغاسيري ثمانية هواني رعي أذيار
قال العلماء بالجواز، إنش معلش يجوز ولا يجب عليه أن يفعل ذلك، مع أنه خيرس ويفطرش، خيرس ويفطرش، ولكن ما لو يوفي ما مش يجوز له. أذ ياضر شن الجن براء الربا ما راغاس من زي غيار ما ريت ورانا ذي غارق خمس دقماواس أذي غارق ذي منس ويتار ريشة أذي صدق ذي رعيم أذي صدقك ذي المشاكل، فهذا لا يجوز له الاستدانة، هذا لا يجوز له الاستدانة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، اللهم آمين. تغيما تنيت مسرين أختم بها حتى لا أطيل عليكم قضية، أنه هل يجوز من أذي الزنز شن حجز الأضحية تصنيو ذن زاري ثلج نزفهيرو نغيكس يشكرو ذي النذو جفنق يتحيز نزفن، هل يجوز؟ هذا لا يجوز، لا يجوز. يتزدوك الزان يغارس يقارس يوقش سيغن الزجيف تشكرو ذين تهيضوات خزامين يقيمن هذا اشتدانير، هذا لا يجوز كذلك، لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع بسند حسن ويروي الحديث أبو هريرة: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. واني غيزنز انتهيضوات الحوري النس هو غاسبور عيدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم تتهيضوات، فما بالكم اني غيزنز نسجيفني تشكروا ذي نتكريش نغشن حشت نغنيا. ثم لا يجوز ان ابن ماذا سيكشن حشت زكحوري يوكزا ذرخراس ذرخراس اتخبت الزيس، لا يجوز. قال اهل العلم يحرم، حرام، يحرم اعطاء الجزار شيئا من ممن يحرم إعطاء الجزار شيئا من الأضحية أو جلدها أو رأسها، لأن فيه اقتطاع جزء من الأضحية كأجر النظير عمل، إلا إذا كان فقيرا، إلا ما لتغيك زاني لغسيدني ذا سيغاس نحور توي غارس البوبري يكشاسي خد سيف غاس النص شحالي فتاس القدا هقا، ومن بعد يتورد بوبري يكسيد شن حشت بحوري تاكريش نغتسان نغتسوم نغتهيضوه نغتجيف نغينا سقشتني تشغشت في سبيل الله، فهذا يجوز بالصداقة. أما أنه ذا سيني كسير زاد مش حقي من اشتداني غذر خرس، فهذا لا يجوز. ثم أوجه كلمة يثمة غيتيرين قروبا أيثمة غيت عيشن قروبا ربما ربعة يثمة غيت عيشن دادي مريج غرضي راح ذي غاس اكسيد غاري اكسو مني ليمبيو ميدي اكسيد كورشي سمح ذي سديني يا اخي تاني تقذ الاضحية شعيرة تتقرب بها الى الله عز وجل مين مغت قدار رين تمغات لين نخسخ السنقسن تتمارا اذي نتجد شكوشي لا يا اخي اكسي الاضحية مش تكمر اكسي الاضحية مش تكمر قثاني تدي جن الشعيرة تقرب الزيس الله تعالى. فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا مراشد أمورنا وأن يهدينا سبل السلام، اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا واكفنا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يولا أحب في الله قبل ذلك مرغتها دينجنا الإخبار زي المجلس العلمي المحلي للنظر قال على أنه صلاة العيد أثيري ذي المصليات غيعين المجلس العلمي قد علقنا هذا الإعلانات أثيري صلاة العيد ذي المصليات غيعين المجلس العلمي، هذا في حالة مرتغى رهوذ نثتغى واجب ونزاتغى، أما مرتغى ينزى فقتير إن شاء الله الصلاة صلاة العيد ذي المساجد لأنه يعذر أن تصلى في المصليات. وبذلك أقول قد أبلغت ما بلغ إلي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ورضي اللهم عن الخلفاء الراشد ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالفنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم المسؤول ويا خير مأمول. أمير المؤمنين الملك محمد السادس اللهم أره الحق حقا نرزق اتباعه وأره الباطل باطلا نرزق اجتنابه واجعله اللهم من الراشدين. اللهم يا رب ارزق إخواننا الفقراء رزقا من عندك يضحون به يا رب العالمين، اللهم افتح أبواب خيرك وكرمك وإنعامك على الفقراء والمساكين، اللهم يا رب أقر أعينهم ولا تخجلهم بين ذويهم وذراريهم، اللهم يا رب حنن قلوب الأغنياء على الفقراء،
اللهم حنن قلوب الأغنياء على الفقراء، اللهم افتح بصائر وأبصار الأغنياء، أذعتقنا إثمة سن الفقراء يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفقنا للعمل الصالح وصالح العمل، اللهم وفقنا للعمل الصالح وصالح العمل. اجنوا وارتغني اختمنا اني يعذونا بس عوذر الإخوة يغاد جزكا الزفغن الزكا وترجى شانر محرم وترجى شانر عاشوار غاك الزكا خزايب وبريثن وغاد جميز غاقني حرين كشاسن الحد عيبن صوفك تكتب تزي الزكاة وجزي إن شاء الله تعالى يجوز لك تصفق الزكاة قبل وقت عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضى تغي اسمون الزكاة عامين الصفق قبل وقت وانت جيشان جي مسر من جيفن نغان بدأ الصفق غاب عين دروس وإنما الصفق من إن عمر أغنوا بها. فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اتصل الإخوة النشان الطلبة غاسن شل امتحانات شل المباريات، أسأل الله عز وجل أن يوفقهم بتوفيقه وأن يؤيدهم بتأييده وأن يفتح أبصارهم وبصائرهم، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا رزقا حلالا وأن يبارك لنا فيه، كما أسأله أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي إن ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد وأقم الصلاة.